يو بقى يا نهى، حلو مشاكلكم بعيد عني، مش كل حاجه تقولولي. ماله رامي؟ ايه اتقبض عليه ليه؟ بيشم؟ طيب ابعتيله جلال يشوف المصيبه دي. باي. ايه كم المشاكل دي، انا مش مصدقه. احنا قلنا ايه؟ مش قلنا لما تيجي المشاكل الصغيره نفتكر ايه؟ ايه شي علي عوض. مين علي عوض ده؟ حبيبي انا مش مركزه من كتر التعب، وبعدين كفايه المشاكل اللي عاملها لي عمي دي. لما هو جالك ما قلتليش ليه؟ ما فيهاش حاجه حبيبتي، انا عايز احللك المشكله. لا فيها، فيها انك ما رضيتش تلمح لي ان هو نصب وقبل منك فلوس، مش عايز تحرجني. ملك، ما بتسأليش ليه على رنا؟ مين اللي قال؟ ده انا لسه قافله معاه. قافله معاه؟ ده انت ما بتستحمليش تعيشي من غيرها. طب ويا حبيبي عند حد غريب، مش ده بيت باباها؟ كمان بقيتي بتحب السيدر من امتى؟ انا بحب اي حاجة انت بتحبها وبس. عشان كده حكيت لك على موضوع الليسي. الو، نحن هنا. اللي واخد عقلك انت؟ فيكي ايه متغير؟ فيكي حاجه مش مظبوطه. مفيش حاجه متغيره فيا يا حبيبي، انا زي ما انا. ليه؟ انا هي مريم اللي انت تعرفها. لا، ملاك اللي هي تعرفها، انت تعرفها بالظبط. انت مريم، انت مش ملاك، انت مش ملاك. انا مش ملك، انا مريم. وما رحتيش بيروت؟ انت بتتكلمي؟ انا بتكلم. عارف من امتى؟ من ساعة ما شفتك معاها وانتوا بتتجوزوا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى: سمعت صوتي.
ولاني ما همش حد خبيت صوتي وما قلتش لحد ان انا بتكلم. مين هيفرح لي؟ ولا حد. فين ملك؟ فين ملك؟ قتلتها. قتلتي اختك؟ قتلتها عشان ما تستاهلكش. دي واحده نصابه ومجرمه صيعوا فيها العبر، بس انت ما تعرفش. قتلتيها ازاي؟ رندي عليها. انا فعلا سافرت بيروت، كلمت طارق يجيلك يقولك ان انا سافرت، بس انا في الحقيقه رحت لها فرنسا. اتفاجئت بيا هناك واستغلت وجود رنا في المستشفى. بعت لها مسج قلت لها مخنوقه عايزه اتكلم. فكرت مركب في السن واتخانقنا، زقتني زقتها وقعت في الميه وانا عارفه انه ملهاش في الهم. قعدت تستنجد بيا وتقولي الحقيني، بس هي ما تستاهلش. سبتها وقعدت اتفرج عليها لغايه ما غرقت. رجعت الاوتيل وخدت حاجتها، قصيت شعري زيها وعملت كل حاجه هي بتعملها. رنا المستشفى ما شكتش لحظة، ما شكتش لحظة ان انا امها. ريحتي كانت ريحة امها، هدومي، طريقة كلامي، كل حاجة كانت هي. وخدتها وخدت باسبور ملك ورجعت هنا، ورجعت علشانك. أنا بحبك يا نديم. أنت بحبك بحبك إيه؟ أنا عشقتك. عارف يعني إيه عشقتك؟ يعني أنا ما أقدرش أعيش من غيرك يا نديم. أنا من غيرك ممكن أموت. قتلتي حبيبتي عشان بتحبيني؟ ما تقولش حبيبتك. أنا حبيبتك. هي مش حبيبتك، عمرها ما حبتك، دي كذابة. انتي أختك عشان بتحبني. انتي مش أختي، احنا اخوات في الشبه بس. تركتي بجريمة قتل عشان بتحبني. كل الناس كانت بتحبها أكتر مني طول عمرنا، من احنا وصغيرين. ملك، يا ريتك زي ملك، يا ريتك ربعها حتى. انما انتي مستهترة فاشلة. انا مش عارف اقول للناس ايه، اقدمك ليهم، اقول لهم ايه؟ اقول لهم بنتي الفاشله حضرت حتى الثانويه العامه، خدتيها ب50% ودخلتك 100 كليه، كل ما تخش كليه تسقطي 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 لحد ما يرفدوكي، وفي الاخر جايبه لي ولد تافه صايع فاشل زيك. تقولي لي ايه؟ عايز يتجوزني؟ لو سمحت يا بابا ممكن تسمعني؟ انا مش عايز اسمعك تاني نهائي. بس انا من حقي ادافع عن وجهه نظري. وجهه نظر ايه؟ انت فاكراني ما سالتش عنه؟ بقول لك تافه فاشل زيك. فاطمه، انا عايزه اتطلق من حازم. طيب فكرتي كويس قبل ما تاخدي قرار زي ده؟ اكيد. على اي حال انا واثق فيكي جدا في طريقه تفكيرك وفي عقلك، وتاكد ان اي قرار هتاخديه هيبقى صح بنسبه 100%. لكن بس انا ليا طلب واحد. ايه هو؟ فكري كويس في مصير بنتك، لاني مش عايزها تتربى بعيد عن بيت ابوها زي ما انت تربيتي بعيد عني.
لا طبعا اطمن من الموضوع ده. انا هتفق مع حازم على طريقه حضاريه في الانفصال. اوكي، يا ريت ما تكونيش قلتي له اي حاجه عن اختك المستهتره دي. قصدك عن الولد اللي عايز يتجوزها ده؟ ايوه، ولد فاشل صايع شمام، ابوه طرده من بيته وتقولي هتجوزه يعني هتجوزه. طب كنت عملت زيك يعني حازم مهما اختلفنا معاه، لكن في النهايه استاذ جامعه، راجل محترم. راجل محترم، بس انا مش مبسوطه معاه. دي حياتك وانت حره فيها، وانا واثق فيكي وفي اختياراتك. انت مش زي اختك الفاشل دي. هي الاحسن وهي الاشطر وهي الانجح. لامتى لامتى؟ حتى لما كبرنا كل ده ما تغيرش. انا الخرسه وهي الشاطره، انا الفاشله وهي الناجحه. انا بحبك وهي ما حبتكش. فاهم يعني ايه ما حبتكش؟ كذبت عليك. هي ورا كل اللي حصل لك مع رشاد دخلت مكتبه وفتحت الدرج ولقيت موبايلات كتير وفتحتها وشفت صور مراتك وبعت على رقم تليفونك وبعديها مسج قلتلك عايز تشوف مراتك في السرير مع واحد، روح على العنوان ده ورسايلها مع وليد وكل مخططاته. صور الليسي وهو بيقتل وليد. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ ارجع لك عشان تصدقني. نديم انا بحبك، انا ممكن اموت من غيرك. انت الانسان الوحيد اللي حبيته في حياتي. مش انت كان نفسك في ولد او بنت يعودوك عن لوجي الله يرحمها؟ جاوب، انا حامل، انا حامل حبيبي، انا حامل في ابننا. افرح، انت محرم عليا، انت اخت مراتي. انت مش طبيعيه، انت مجنونه. مش كده، انا مش محرمه عليك، انا حبيبتك الحقيقيه. وده ابننا. أنا التلاتة، أنا عايش هنا في البيت ده، أنا نفسي في السعادة دي يا نديم، ما تحرمنيش منها. أرجوك انسى اللي حصل. شيطان ده منزل السيدة مالك الجرحي؟ خير يا فندم، مطلوب القبض عليها.